الماء مادة حيوية ضرورية للحياة، لازم نحافظ عليها. لهذا كاينين مجموعة من السلوكيات الإيكولوجية في استعمالنا للماء اللي خاصنا نطبقوها في حياتنا اليومية باش نقصم الاستهلاك المفرط للماء في المرحاض اللي كيستعملوه جميع أفراد العائلة عدة مرات في اليوم. نوضع قنينة عامرة بالماء داخل لاشاستو باش نقصم الحجم ديال الماء في الخزان، وراه ما غيأثرش على الفعالية ديالها، وهكا غادي نتمكنوا من تقليص حجم مهم من الماء الصالح للشرب اللي كيضيع بلاشاس. الماء غادي يقل، لازم تدبيره بالعقل ونتعاونوا جميع على الحل.